شكرا للزميلة عليا طبعا الشامسي على هذا التقرير الجميل. وبالفعل نودع أيام الشارقة المسرحية على أمل اللقاء إن شاء الله العام القادم. مشاهدينا، يعتبر النمس من الحيوانات الشهيرة بذكائها وشعبيتها بين كثير من دول العالم، ويهوى البعض تربيته والعناية به، وله طبعا أنواع مختلفة وخصائص مميزة تثير فضول العلماء والباحثين في عالم الطبيعة على اكتشاف أسرار وتفاصيل حياته. نتعرف أكثر مشاهدينا اليوم عن هذا الحيوان مع الأستاذ ماهر الأطرش، تاجر حيوانات بمحلات مركز طيور الإمارات. صباح الخير وحياك الله معنا في صباح. صباح النور، أهلا وسهلا. حياك الله. مشاغب هذا النمسا؟ اي جدا. جميل. نتكلم عن من اين يتم استيراده وشو هو موطنه الاصلي. اول شيء بدنا نتعرف على اسمه. هو اسمه له عده اسماء طبعا معترف عليها هون في الامارات، مثل النمس ابن عرس او الفرد او ابن مقرد، له عده اسماء يعني. هو اقليمي، استورد غالبا للامارات من اوروبا يعني. غالب استيراده، بس هو اقليمي يعني موجود بتقريبا جميع البلدان. يعني عندنا هنا في الاستديو حيوان النمس، لكن له انواع بعد صح؟ اي اكيد طبعا. هذا النمس له تقريبا 33 نوع. هي. بس الشهير الاكثر هو هذا النوع الاوروبي اللي بيجي لونه اصفر، او بيجي له الوان ثانيه طبعا مثل الاسود، او بيجي الهيمالايا. كل لون له نوع معين يعني؟ لا هو نفس النوع بس له عدة ألوان. حلو. ألوان. جميل. نتكلم يعني عن هذا الحيوان من الناحية السلوكية، اجتماعي، منعزل، تكلمنا عنه أكثر يعني. أكيد هو النمس اجتماعي جدا، يحب الناس يعني، يختلط مع الناس، ذكي، معروف عنه انه هو لص يعني. اللي ما شكله يبين. اللي يربيه في البيت يعني يكون حاطط شيء في اي مره واحده ما بيعود بيلاقيه خلاص يختفي يعني. اي يكون هو يعني مخبيه بمكان ثاني. جميل. اليف ولا مفترس؟ لا اليف جدا يعني. اي اليف جدا. اول شيء كانوا من زمان يستخدموه للافتراس، كانوا مصنفينه من الانواع المفترسه. كانوا يستخدموه لافتراس الارانب او الافاعي. نعم. بس هلا عن جديد صنفوه من الحيوانات المستانسه يعني. الواحد عادي يخليه في البيت يتمشى؟ ايه اكيد طبعا، هو بتقدر انك تربيه في البيت. وتقريبا بالدول الاوروبيه عم يستخدموه بدل الكلب او القط او. حلو. وشو ياكل؟ نتكلم شوي عن الاغذيه. الاغذيه هو بيتغذى على اللحوم اكثر شيء، وبنقدر نستبدله بالدراي فود اللي هو اكل القطط واكل الكلاب. جميل. الدراي فود. حلو. نتكلم عن طرق التكاثر وزياده انتاج هذا الحيوان يعني، ومده حمل انثى النمس. طبعا هو ببلش السن البلوغ، ببلش من عمر 6 شهور. نعم. بتحمل الام تقريبا 42 يوم، 6 اسابيع او 42 يوم، وبتتانجب تقريبا من 4 إلى 8 فراخ. ما شاء الله. ما شاء الله يعني. قلت ممكن نحن نستبدل القطط على سبيل المثال بالنمس؟ هذا بالنمس صح. ممكن أكيد. نحن حتى نربيه في المنزل. هو ايوه هو اليف يعني، جدا اليف، وبتقدر انك تتعاملي معه كانه قط او كلب يعني. هي. اليف جدا، ممكن انه حدا يحمله ويلعبه ويبوسه عادي. اي ما عنده مشكلة. حلو. جميل. امن على الاطفال ولا اذا كان اليف؟ ايه، لانه هو في اذا كان يعني اذا انت شاريه كبير عمر كبير فبيكون مش اليف. ممكن انه يعض الاولاد، بس انا بنصح اي واحد بده يشتري نمس يشتريه صغير ويدربه هو على ايده. صغير. نعم. الحين هذا كم عمره؟ تقريبا هلا هذا عمره 8 شهور. 8 شهور ما شاء الله. أيوة. بس هذا اليف، انا مربي على ايده. عشان زي كنت ابغى اطلع يعني. ايوه كنت ابغى اطلع بس يعني ما في مجال. منى ما رضت وامل قالت لا. بسيطة. ما شو يعني ما هو انت قلت من شكله وهو مشاغب وحركي. ايوه مشاركي حركي. هو بس معروف عنه انه بينام كثير يعني. بينام تقريبا 20 ساعة في اليوم. بس يوم الله. عند الاستيقاظ يعني ما شاء الله بيضل بيتحرك ما بيهدى يعني. زي يعني وايد حلو هذا، مرتاح. ايه خبر يعني المفروض عنا مساء النوم في الويكند. نتكلم شوي عن طرق العناية، وهل ممكن للنمس انه ينقل الامراض؟ طبعا هو لازمه تطعيمات، كل سنه له تطعيمين اثنين اكيد لازم انه ياخذهم. واهم شيء يكون مكان شوي كبير، مش نفس هذا، شوي اكبر اذا حابب حدا حابب يربيه في البيت. والنظافه اليوميه. هذا في هذا النشاره هي اللي تحت، ممكن انك تبدلها كل يوم مشان الريحه.
جميل، حلو، جميل، حلو. نتكلم عن الأسعار. أسعار ال بتحكم أسعار النمس إذا هو كان أليف أو لا. طبعاً حسب اللون، في ألوان عادية مثل اللون الأسود غير مرغوب، في هذا اللون الأبيض عيونه حمراء بتجي، هذا اللون مرغوب جداً، وفي الهيمالايا اللي بيجي من أطرافه سوداء، حلو، وجسم أصفر أو أبيض كمان هذا مرغوب. شو أسعاره؟ الأسعار تقريباً تبدأ من 1000 درهم إلين ما توصل لين 5000 تقريبا. ما شاء الله. يعني هذا السعر تقريبا بين 1000 و5000، يعني هذا يعتبر من أنواع الغالية صح؟ إيه هذا تقريبا من الأنواع الغالية، تقريبا بيتراوح سعره ل 2000 درهم. ما شاء الله. يوصل سعره. وطبعا هو أليف، لو كان مش أليف أكيد ما راح يكون. ما كنت بتي بس. إيه أكيد طبعا. يعني هو آمن على. نتكلم شوي عن التكاثر والإنتاج بالنسبة لهذا الحيوان. التكاثر مثل ما قلنا هو أهم شيء يكون مكان كبير. ويقدر انه يحفر يعني مكان ترابي، يقدر انه يحفر ويحط اولاده داخل. بس هيك يعني اهم شيء. جميل. خايف اسماعيل ولا لا؟ بالعكس اشوفه يعني اول ما دخل الاستديو يعني قاعد يحاول يشوف المكان، يشم ريحه المكان. اي طبعا يستكشف، يتعرف على المكان. ايه المكان يتعرف عليه، فيعني لو نيبه كل يوم في الاستديو اكيد حيتعود عليكم. خلاص فنشوفه يعني عليكم. شوف اكيد طبعا. ونتكلم بعد عن ذكاء هذا الحيوان شوي، مدى ذكائه، كيف ممكن الشخص اللي يربيه انه يتواصل معه. اكيد ذكاءه طبعا هو بيتعود على الشخص تقريبا من بعد ما يمضي عليه يومين، اذا بيكون صغير ممكن انه يعطيه اكل في ايده وهيك، يعني يكون مربي على ايده بيتعود عليه تقريبا بعد يومين. جميل، حلو. طريقه النظافه اليوميه، هل الاستحمام نفس القط؟ لا هو ما بيحب الاستحمام اكيد، هو عنده غدد طلع ريحه. نعم. كل ما حممته بتزداد هاي الريحه. اوكي. فهو الافضل انك تمسحه مسح يعني يكون هي، وتعرضه شوي لاشعه الشمس، لازم كل يوم تعرضه اقل شيء ساعه تقريبا لاشعه الشمس. ذكرت في تنظيف الشعر هذا يعني كيف هو ما بيتوسخ، هو بينظف حاله. يعني سبحان الله. ايه سبحان الله، بينظف حاله يعني وطريقه المسح بفوطه مبلله. أيوة. او قطعه قماش يعني تكون مبلله وتنظفه وتعرضه شوي للشمس. حلو. اكيد طبعا لازم. اذا طلعته برا اخاف يشرد. لا ما بيشرد، اذا كان اليف ما بيشرد ويتعود. اكيد طبعا، ولازم اقل شيء يتحرك برا، يعني يطلع برا القفص اقل شيء كل يوم ساعتين عشان يحرك جسمه. وهو 24 ساعه، اذا 20 ساعه راكض. أيوة. لازم ساعتين يتحرك. ايوه لا اكيد لازم يتحرك. لازم خلال هالساعتين يطلع من القفص. ايوه يتحرك يعني ويركض وهيك ويلعب. حلو. انه هو لعوب كثير يعني. تكلمت قبل شوي عن الأغذية وقلت أنه يتغذى على اللحوم. أيوة. هناك في أكلات مخصصة للحيوانات الأليفة، لكن في كثير من الناس تفضل أنها تعطيها من أكلهم يعني. أي أكيد هو عادي. يعني عادي أنك تعطيه مثلا إذا في دجاج مسلوق يعني أكل من البيت عادي هو بيأكل يعني، بس أهم شيء يكون من أنواع اللحوم أو الدجاج. هي. أو الريش أو الجلد يعني. هو بيحب هالأشياء هاي. بس أنا مستبدله حاليا بالدراي فود، اكل القطط او اكل الكلاب عشان الريحه يعني. عشان الريحه. ايوه. اوكي حلو. كم وجبه ياكل في اليوم تقريبا؟ لا بياكل كثير هو. ما شاء الله. يعني اذا بتحط له اكل 24 ساعه بيضل عم ياكل. ما شاء الله. واكيد المي لازم تكون موجوده. ايوه. يتم اضافه بعض الفيتامينات في المياه يعني او؟ لا هو الاكل اللي بيكون عم ياكله اكيد هو بيكون فيه فيتامينات انه بتدعمه يعني، بس ما بده شيء زياده. قلت اذا حطينا الاكل 24 ساعه هو بيتم ياكل 24 ساعه. اي يعني طول ما له صاحي هو بياكل. هذا الشيء ياثر عليه؟ بيمتن يعني ولا؟ لا ما بيمتن، يعني هو عنده مثل ما قلت لك الغدد بتفرز عنده الجمو. أيه يحرق على طول. بيحرق على طول. أيوة. والله شيء جميل الصراحه. سبحان الله. حلو. نتكلم عن يعني اليوم الانواع اللي قلتها الهملايا وهذا، هل يختلف حتى من بين الاطباع والسلوك خصوصا في البيئه يعني اللي هو ينتمي فيها؟ لا حتى نفس الطيور مثلا، بعض الطيور يعني تنتمي لبيئه معينه خلاص هي لازم تعيش في هذه البيئه، وحتى لابد ان تحط لها بعض الاشياء اللي من طبيعتها الام، ولا النمس عادي يعني؟ لا النمس بطبيعته كل النمس تقريبا نفس السلوكيات. نفس السلوكيات. ايوه يعني اكثر شيء انه بيحب النوم، بينام كثير يعني. هي. تقريبا 15 ل 20 ساعه في اليوم. 20 ساعه ان شاء الله. وبس يعني يوم يكون مستيقظ حركي جدا. وش الامراض اللي ممكن يتعرض لها، وكيف ممكن كمربين اليوم للنفس ان نحن نعرف
ان هذا نمس مثلا مريض او في شيء او تعبان؟ هلا اكثر الامراض الشائعه لهذا النمس هو بيكون اسهالات في البطن اذا كان مغير اكله او شيء. طبعا بالنسبه للجلد اذا ما تعرض لاشعه الشمس بيكون عنده بيصير في جرب، نوع من انواع الجرب. صحيح. فبياخذ تطعيمات، ممكن انه ياخذ تطعيمات في السنه بتعوضه عن ال على الشيء. يعني اهم شيء الاهتمام بصحته وبالاكل، يعني ما حد صح ياكل لحم بس ما حد ياكل برياني ومكبوس. اي لا بيمرض. شكرا لك استاذ ماهر، كثير لكم الله يعطيكم العافيه. الله يسلمك. كل الشكر والتقدير للاستاذ ماهر الاطرش تاجر حيوانات بمحلات مركز طيور الامارات على هذه المعلومات القيمه والمفيده. مشاهدينا هنا وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة لهذا الصباح، أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل مفعم بالسعادة والحيوية، ونترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة. نشوفكم باكر مشاهدينا في حلقة جديدة، ومع السلامة.